الهاتف منسق المرصد الوطني للمياه علاء المرزوقي. عسلامة علاء. عسلامة، مرحبا ومرحبا بمستمعات ومستمعي إذاعة موزايك. شكرا لك سي علاء، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. سي علاء، اليوم شو نقولوا؟ الوضعية كيف توصف؟ شنو الكلمة اللي توصف الوضعية اللي احنا فيها؟ وضعية كارثية الحقيقة، أقل ما يقال عنها بالأرقام. معناها نجم نشوفوا اليوم بتاريخ 10 معناها 3 أكتوبر 25.5% مخزون السدود، وهذا رقم خطير برشا. ما وصلناهوش حتى يوم 29 مارس وقت اللي صار المقرر نتاع معناها الحصص الظرفية وتقسيط توزيع المياه خاصة مياه الشرب، كان وقتها 31% يوم 29 مارس مخزون السدود في تونس، وهذا رقم يخوف برشا. ونتصور أنه التجربة نتاع التقسيط نتاع المياه الحقيقة معناها كانت منقوصة، كما احنا نادينا في عديد المناسبات في المركز التونسي للمياه، منقوصة بعديد الإجراءات معناها المرافقة للقرار هذاك علاش اليوم ما ثماش تحسن في وضعية السدود، خاصة زاد في ظل معناها انحبات الأمطار وما ثماش تساقطات المتلخة. علي فضلك لو كان نذكروا بها هذه القرارات اللي كان من المفروض تكون مصاحبة لقرار التقسيط، باش هكاكا نفهموا شوية المقاربة اللي تحكيوا عليها أنتم في مرصد المياه. احنا اعلان حال طوارئ المائيه اللي هو ما تمش الاعلان عليها حقيقه الى يومنا هذا، ما تمش. هذه اول حاجه لازم نعلن عليها ونادينا بها عنا سنوات، مش في السنه الخامسه نتاع الجفاف. وكان المقرر اللي صار معنا في نظام الحصص الظرفيه لتوزيع المياه خاصه مياه الشرب او منع بعض الاستعمالات تاع مياه الشرب كما غسلان السيارات كما معناها سقي المساحات الخضراء ومنع ري الزراعات بمياه الشرب، ولازم كلها بطبيعتها بالقانون ممنوعين. وقلنا راهو في شهر مارس قلنا راهو ما تماش حاجه جديده تم اتخاذها بخلاف التقسيط نتاع مياه الشرب. المقررات المصاحبه اللي كانت نجم تكون اول حاجه اجراءات حمائيه للفئات المتضرره مباشره من هالنظام هذا، خاصه معناها المدارس المستشفيات المناطق اللي بطبيعتها تعاني من نقص المياه لازم مرافقتهم. زاد ما ننسوش اللي لو تم تقسيط مياه الري صاير من تقريبا من نوفمبر ديسمبر 2022 الى يومنا هذا، ثم عديد الفلاحين، مئات الالاف من صغار الفلاحين يعانوا من نقص المياه نتاع الري. اذا كان ما نقولوش انعدامها ما فماش، هذوما لازم نورمالمون اجراءات حمائيه لمرافقتهم، تعويضات، خلق صندوق معناها تعويض ضد الجوائح، هذا كل ماهوش مفعل وماهوش موجود. سي علام من فضلك علاش لم يتم اعلان حاله الطوارئ المائيه؟ على خاطر عندها كلفه كبيره على الدوله؟ هذا هو معناها لازم نصارحوا، معناها يلزمنا الصراحه، احنا ماذا بينا الدوله تصارحنا، ولكن هذا موضوع حياتي وحساس. معناها ما تماش علاش انه نخبوا على بعضنا قبل. اول نقطه للاصلاح احنا نصوروها في المركز التونسي للمياه انه لازم نكونوا صريحين معناها في توصيف الوضعيه. الوضعيه كارثيه بامتياز. راهو يوم امس معناها 3 اكتوبر 2023 راهو السحوبات 2 ملايين و390 الف متر كوب، وقت اللي الايرادات 230 ألف متر مكعب فقط. معناها تقريبا استعمالاتنا الماء 10 مرات قد الإيرادات نتاع السدود. كي نشوفوا سد سيدي سالم صحيح معناها دونك بشوفه معناتها شنو نقولوا توا؟ معناها من غير ما نخوفوا الناس، دونك بشوفه. إذا كان تجبد 10 مرات أكثر من اللي أنت قادر من الإيرادات، دونك يا ماما لازمنا نقفوا دقيقة من زمان، نخزر الناس كل بعضنا في عينينا ونقولوا ستوب، يزي منه هذا، خلينا نشوفوا حل. أي لازم حل. هذا هو، احنا ديما كي نحكوا بالشيوخ راه مش احنا في وضعيه خطيره برشا. انا عرفت عاد ثم نزيف صاير لازم يقافوا، راه بعض الاجراءات اللي صارت معناها في مارس ما ريناش حاجه كبيره تغيرت، وخاصه في التعاملات نتاع الماء الموجهه للقطاع. مو عليك ان تسمح، اي مو عليك ان تسمح شوي على المرزوقي منسق المرصد الوطني للمياه. الناس زاده قادره انها تقول يا اخي ايش تحبوهم يعملوا؟ هذه مطر ما جاتش، ما ترحمناش بالمطر، ايش تحبهم يعملوا؟ قولك شو تحبوا حتى كي ما تهبطش المطر تحبوا الدولة تلقى حل؟ شنو اللي جاب على هذا؟ أول حاجة الإجراءات معناها اللي تم اتخاذها في 29 مارس، كيفاش تحب المواطن وإلا حتى المجتمع نحكوا معناها الشركات والمؤسسات والقطاع السياحي، القطاعات الكل كيفاش باش تنخرط في مسار نتاع هكا نتاع كابتن سنتورة. أول حاجة اللي كيما حكينا المصارحة، وثاني حاجة المعلومة، ما تمش شفافية في المعلومة. احنا طلبنا بخطة بنشر الخطة هذه، وطلبنا زادة بموقع، علاش ليه؟ معناها العالم كله ماخذ إجراءات ولكن كلها منشورة على مواقع وزارة الفلاحة. أنا البلاغ ما نكذبش عليك، معناها المدة الأخيرة 4 أيام الأخيرة كنت مشغول شوية البلاغ.
البلاغ تفاجأت به، معناها ماهوش منشور أتلي حتى على صفحة التواصل الاجتماعي تاع وزارة الفلاحة، على السيت ماهوش موجود. نحكي لك معناها هذه السياسة الإعلامية تاع وزارة الفلاحة، وإلا السونات منقوصة برشا، ونعاود ونجدوا مطالبتهم أنهم يوضحوا الخطة نتاعهم لمواجهة هالعطش، خاطر النتيجة حتى ما نشوفوا راهي كاتاستروفيك، وتنجم تكون أخطر من هيك على خاطر ما فهمناش ما، والاستعمالات وين عمال وين تزيد. باهي دونك لهنا احنا ازال حقيقه يمكن نوع من الصمت لازم هذا يكون عنده يكون عليه اجابه. عدم الاعلان على حاله الطوارئ المائيه نجم يكون على خاطر فيها يمكن كلفه كبيره للدوله، لكن في الاثناء كلفه كبيره، لكن في الاثناء زاد الوضعيه يلزمها التصرف، واحنا في وضع ازمه. علي المرزوقي، السنوات القادمه والاشهر القادمه معناها اذا كان احنا اليوم فما انطباع انه انسبي، فما انطباع انه احنا الوضعيه الحقيقة تهبط علينا وما نعرفوش كيفاش نتصرفوا فيها، إيه شنو نجموا نعملوا؟ منين نجموا نبداو؟ باش العام الجاي يكون أسهل من خوه، ما شنو المفروض نعملوا؟ نمشيو في التحلية، نمشيو في شنو السيناريوهات الممكنة اللي تنجم تخلينا نخرجوا بشوية بشوية من المأزق هذا اللي يبدو أنه باش يتعاود من عام لعام إذا كان نقعدوا هكا. صحيح أنت حكيت على الكلفة نتاع الإجراءات، أنا باش نمشي معاك في حلول ما تكلفش بالكل. عندنا نزيف نتاع موارد مائيه ماشيه في قطاعات كيما القطاع الزراعي في منتوجات معدله التصدير ومنتوجات من غير قيمه مضافه تذكر، معناها ما فماش علاش اليوم قاعدين نصدروا في الخط مثلا في جهه القفصه الشماليه، ما فماش علاش مازلنا نصدروا في الطماطم المعدله للتحويل والا الدلاع والا الفريز والا المنتوجات تستهلك برشا ماء. هذه ما فيهاش كلفه، فيها قرار وجرأه سياسيه الحقيقه، ما فماش علاش خاطر المستثمرين الكبار اللي صدروا في الماء نتاعنا ما فماش اجراءات موجهه لهم. القطاع السياحي كيف القطاع السياحي ناجح بامتياز تقريبا، لكن كيف القطاع السياحي هل ترى قاعد يرشف في استهلاك الماء؟ هذا ما يناشو. كيف زاد التعجيل بمرافقه، معناها مرافقه لصغار الفلاحين اللي ياكلوا فينا في البلا برانسيبال نتاعنا، راهي تعاني معناها في جهه الساحل في الوطن القبلي في عديد المناطق، هذوما راهو ما نشوفهاش توا النتيجه نتاعها، نشوفوها بعد شهرين ثلاثه. كيف زاد حكينا في مياه الشرب، كيفاش باش نجم ترشد استهلاك الماء نتاع الشرب في نظام الحصه الاضافيه؟ لازم تعلم المواطن بوقت الانقطاع، وهذا ماهوش قاعد يصير. انا يوميا مثلا من شهر ماي يقص عليا في داري معناها الماء، وما عنديش اشكال من 7 نتاع الليل حتى لغدوه الصباح، لكن عديد المناطق الاخرى العباد مش في بالها اللي فما نظام حصص ظرفيه ويخزنوا في الماء ومن بعد من غدوه يفرغوه، على خاطر فما تخبط وما فماش شفافيه في المواعيد نتاع الحصص الظرفيه. هذوما حلول ما يطلبوش كلفه، مثلا السياسه الاتصاليه والعلاقات عليك ان تسمح طلب كلفه فما معناها فما عليك ان تسمح، على خاطر اللي تقول فيه مهم، على خاطر اذا كان ما تقوليش وقتاش فما ناس اللي تخزن وتخزن في الفارغ، على خاطر كي يرجع الماء تعاود تلوحوا. دونك شفت كيفاش نجيو احنا في بالنا باش نعملوا قرار للاقتصاد يولي قرار للتبذير، خاطر برشا ناس تعبي لبادن في بالها مش باش يرجع الماء، وهو يرجع في وقته، والماء هذاك كيف يقعد ينجم حتى يفسد. دونك شو يعملوا؟ يلوحوه ولا يستعملوه في استعمالات اللي هي ماش استعمالات اللي احنا تنجم تكون حياتيه. مشكل كبير ياسر، مشكله الكوميونيكاسيون هذيا، وكانه يلزمنا تاهيل للدوله الكل على مستوى السياسات الاتصالية، خاصة سياسة الاتصالية في سياسة الأزمة، اتصال الأزمة اللي هو مهم ياسر، لازم يظل يتقرى ولا كيفاش نعملوا استاجيات ولا نشوف كيفاش نتعاونوا الناس كل باش نتهيوا بالموضوع مرة أخرى. هل أنه اليوم أنتم المرصد الوطني للمياه مثالش نقولوا الأيام القادمة الأسابيع القادمة عندكم شي اتصالات بمعهد الرصد الجوي، عندكم شي اتصالات بخبراء، شنو ما لي بريفيزيون سي علي؟ هو ما نخوفوش العباد برشا، لكن ثم دراسات علميه ومؤكده معناها انه من هنا لسنه 2030 تساقطات كميه المياه معناها في السطحيه خاصه اللي مربوطه بالتساقطات باش تطيح تقريبا بنسبه 50%. درجه الحراره باش تزيد معناها بين 1.4 و2 درجات معناها من هنا لسنه 2030. المؤشرات كلها وماناش في معضل على العالم، التغير المناخي هذا ظاهره طبيعيه يلزمنا نتاقلموا معها، ما نجموش نتحدوا والا نوقفوا التغيرات المناخيه. العالم في حضر في روحه حضر في روحه وعلم المسكين. احنا صحيح حضرنا واحنا بالدراسات بارك الله، تونس كلها كفاءات، عندنا الدراسات، عندنا ليسيميلياسيون، عندنا كل شيء، معناها التوقع على وقت التنفيذ 50 سنه لقدام. التنفيذ وما يلزمش نساوموا في قطاع حيوي حياتي كيما الماء. انا مثال يا شيخ، ونضحك قطاعات اخرى نكبسوا السنتوره، نشوف التمويلات اللازمه لقطاع الاستثمار في الماء ما فيش، معناها ما فيش حسبه كلفه الحقيقه. ما شكرا لك على المرزوقي، هذه ميديشو على مزيكا فام، موضوع المياه وحساسية الموضوع.